اهلا بك يا معتز، بنرحب بيك معانا في كاميرا دار الهلال. عايزاك بقى تكلمني عن مسلسل الا انا ومشاركتك مع نيلي كريم، وطبعا وقوفك معاها ده اول مره ان انت يجمعك بيها عمل. الكواليس بقى كلمني عليها، حاسس ان الدور بعد ما يتعرض ان شاء الله هيبقى اضافه ليك ازاي؟ كلمني بقى عن التفاصيل دي. انا بعمل دور ياسين، هو ابن نيلي كريم في المسلسل، وهو المفروض في مشاكل بينهم دايما عشان هو شايف ان هو راجل البيت، وهي مش يعني هي مدياله المساحة دي في الاول، وهي من بعد كده مش هيعجبها ده، فيحصل مشاكل بينهم دايما على مدار ال15 حلقة. تمام. يعني ان شاء الله يعجب الناس، يعني حتة بقى هي يروح فين دي حاجة بتاعت ربنا. طيب يعني الاضافة اللي انت حاسسها من المسلسل ان هي بالنسبة لك فرقت معاك كانت ايه؟ إضافة كإيه يعني؟ كليا كممثل ولا ك أيوة بالظبط. ومش حاجة معينة يعني، بس أنا مبسوط بالشغل مع نيلي كريم أكيد، وباخد منها يعني حاجات وإحنا واقفين بنصور يعني. تمام. طيب الكواليس أو الكروب بتاع العمل كله، مين أول حد أنت أول مرة تتعامل معاه غير نيلي داخل المسلسل؟ بداية بقى إخراج، إنتاج، تأليف، الزملاء، أي حد؟ كلهم من اول مره اشتغل معاهم، كلهم مع نادين خان اول مره اشتغل معاها، هي دي تاني مره اشتغل مع مريم نعوم، بس انتاج برضو اول مره اشتغل معاهم كلهم، فهم ناس محترفين جدا يعني، ومبسوط بالشغل معاهم. انتهيت من التصوير ولا لسه باقي لك مشاهد؟ لا لسه باقي مشاهد. لسه باقي لك مشاهد. طيب انت في مسلسل تاني بتعمله صح كده؟ عايزك تكلمني عنه بقى، وعايزك تكلمني عن الكواليس بتاعته. مسلسل صاحب الظل الطويل، بطولة ماجدة زكي ومحمد ثروت، هو 8 حلقات وبنغني فيها وبنرقص. أنا عامل دور طارق، هو ولد في الميتم، ومفروض إن هي كل حلقة مختلفة عن الحلقات التانية، فبيبقى فيها مشكلة ومفروض إن احنا اللي بنحلها يعني. تمام. طيب المسلسل بما انه ميوزيكال، انت بتحس ايه المختلف فيه عن اي عمل انت عملته قبل كده؟ أنا أول مرة هغني وهرقص هيبقى هتطلع فيه كل الطاقة الفنية اللي جواك بالظبط. فيه. طيب الكروب بتاع العمل اللي روح بينكم كانت عاملة ازاي؟ الكواليس استاذة ماجدة، هل بيجمعك بيها مشاهد كتيرة ولا مشاهدك معاها قليلة، او انتوا اصلا مش بتلتقوا في المسلسل خالص؟ لا اعتبر كل مشاهدنا مع بعض يعني، كلنا مع استاذة ماجدة وصارت وكده يعني، فكلنا بنبقى مع بعض يعني في المشاهد، وهم ناس جميلة يعني، انا مبسوط ان انا شغال معاهم طبعا. لك بعد ابليس، والدور اللي انت ظهرت بيه ممكن نقول ان هو خض الناس كتير، بس الفيدباك بتاعه كان ما شاء الله كان كويس جدا. عايزاك تقول لي اكتر رد فعل جالك، بسطك على المسلسل والتحضير للمسلسل انت عملته ازاي، ان حد يبقى لابسه يعني عفريت، او ان هو بيطلع منه عفريت، الرياكشنات دي كلها انت حضرت لها ازاي؟ هل قريت لحاجات زي ديت وفعلا تعمقت في قرايتها، ولا انت يعني خدت مثلا زي ما المخرج قال لك اعمل كذا 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 فانت عملت ده؟ انا قريت كده كده عن الموضوع يعني، واتفرجت على فيديوز على اليوتيوب وافلام ليها علاقة بالجن وهكذا، فاخدت منهم التفاصيل اللي انا ممكن اكون محتاجها بسيطة، والباقي من كلامي مع المخرج يعني، ان هو معتز انا عايزك تبقى بالشكل ده، وانا شايف ان هو بالشكل ده، فبنتناقش يعني. تمام. في حاجة تانية بتحضر لها في الفترة اللي جاية غير العملين اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ لا لسه مفيش. لسه ميرسي ليك جدا يا معتز، نورتنا. جدا، ميرسي. شكرا.